شرب حوس حوس حوس. عفريت من الجن الاخطر. يا حلاوتك، وتبقى حضرتك بقى اخضر مقلم ولا اخضر ساده؟ انت بتقلش عليا يا مصطفى؟ يا سيدي العفو استغفر الله، اصل انا بشتغل في محل قماشات ولساني واخد على الكلام الفارغ ده. اطلع من تحت السرير، اطلع. سأطلع. قول لي بقى، تحب اعمل لك قهوة؟ لا. شاي؟ لا. اجيب لك كرسي معسل؟ اخرس. يو يا سيدي حلمك شوية، هو انت تقرب للمدير؟ وبعدين معاك انت هتهزر وياي؟ وفيها ايه يا اخي؟ ما تخليك فرايحي. اقول لك نكتة؟ لا لا بلاش، ما تزعلش، بس اعمل معروف ريحني وقول لحضرتك جنسك ايه وبتشتغل ايه. قلت لك عفريت، ما تعرفش يعني ايه عفريت؟ عارف يا فندم، عين فيه ريت. انا حارس الفلوس اللي قدامك ده. حارس على ده؟ يا اخي جاتك البلا، عامل لي حارس على حتة فانوس من سطلي. انت ما تعرفش قيمة الفانوس ده، ده يبقى الفانوس السحري، فانوس السعادة يا مصطفى. ما هو باين اهو، ده يا ابني من كتر السعادة صدق. وانت محبوس في الفانوس بأمر سليمان الحكيم، تعرفه؟ تسمع عليه؟ لا، انا اسمع على توفيق الحكيم بس. سليمان الحكيم، سليمان ابن داود، سليمان عليه السلام. قصدك سيدنا سليمان عليه السلام؟ وانت محبوس في الفانوس ده من ايام سيدنا سليمان عليه السلام. ومين اللي حابسك؟ سيدنا سليمان عليه السلام. وكان حبسك ليه اسم الله؟ سرقت حاجة؟ عصيت امر من اوامره، حكم عليا بالسجن جوه الفانوس، ما اخرجش منه الا لما حد يدعكه زي ما عملت انت يا مصطفى. ما انا عارف بخت المقندل، كان لازم يعني ادعك الفانوس عشان تشرفني حضرتك. حظك بوم قوي، ده لو ما كانش بوم كان يجرالي ده كله. انا اصلي نادر نادر، الشخص اللي طلعني من الفانوس لازم اكافئه. الله يكافئك يا شيخ. انت ليك عندي 7 طلبات، اطلبهم انفذهم لك حالا. عايز ايه؟ عايزك تسيبني وتروح لحالك. مستحيل، انت رديت لحريتي بعد ما كنت محبوس من ايام سيدنا سليمان. على فكرة انا عايز اقابل سيدنا سليمان عليه السلام. عايز اقدم له الطاعة واطلب منه العفو والسماح. هو موجود فين؟ على كل حال مش موجود هنا. امال فين؟ في القدس. اروح القدس؟ انا يستحيل استنى ثانية واحدة هنا، انا حنام في الشارع على الرصيف. ليه؟ يا كذاب يا غشوش. يام انت جيت لي تاني؟ ايوه انا هنتقم منك. ليه بس؟ ضحكت عليا وقلت لي ان سيدنا سليمان في القدس، رحت القدس ما لقيتوش. بلاش تهجيس بقى، ده انت لو كنت رحت العتبة كنت غبت اكتر من كده، مش القدس. بقول لك رحت القدس وجيت. ازاي بس؟ انت عفريت نفاس. انت مستغرب؟ انا اقدر الف العالم كله في 5 دقايق. قول لي حالا سيدنا سليمان فين؟ سيدنا سليمان مات البقية في حياتك، مات من زمان قوي. مات؟ الله الله الله، ده انت عفريت خرع قوي، ما تشد حيلك. امال كلنا؟ لا انا اصلي بقالي الاف السنين جوه الفانوس وما عرفتش ان سيدنا سليمان مات. يا سيدي الموت علينا حق، وكل من عليها فان، واللي ما يموت منين يفوت؟ تمام، قول لي بقى طلباتك ايه؟ تاني قلت لك مش عايز حاجه، اتفضل بقى مع السلامه. نو بيزنس از بيزنس. بيزنس؟ انت بتتكلم انجليزي؟ ليه عفريت سكوتش؟ انا بتكلم بجميع لغات العالم. شيء جميل، ده انت على كده عفريت مثقف قوي. اشكرك، قولي بقى طلباتك ايه؟ انت مصمم يعني؟ طبعا،
انت ليك عد السبع طلبات، سبع اماني احققهم لك. طيب يا عم، انا عايز بدلة جديدة، بدلة شيك. بدلة جديدة؟ مبروك. مبروك على ايه؟ على البدلة. هي فين؟ ما انت لبستها خلاص. يا عم انت بتضحك علي ليه؟ ده مش انا بقى، انا شكلي مهزقة كده. مهزقة ليه؟ انت لابس بدلة سلطان. سلطان ايه يا عم؟ خليها على الله، دول يلبسوها الجماعة بتوع التمثيل. اغيرها لك. ايه رأيك دلوقتي؟ مين المغفل ده؟ انت. انا؟ لابس بدلة صيني. وبعدين معاك بقى، انت هتقعد تقلبني على كل لون؟ انا عايز بدلة زي بدل الناس، بنطلون وجاكيتة وقميص وكرافات. ما تقول كده من الصبح. يا ابن الجنية، دي مقاسي بالظبط، مين اللي فصلها لي؟ عفريت. يا ماما عفريت؟ يعني فصلها لي في جهنم؟ ده واد عبقري قوي. تطلب ايه تاني بقى؟ شبيك لبيك. الله يرحم والديك. بقى كلام في سرك، انا كان معايا نص ريال فاضل من مقيتي، وكنت ناوي اتعشى بيه، لكن راح في الخير. جبت خاطر طفل يتيم. وازاي عرفت الحكايه دي؟ عفريت. ده انت لازم عفريت من المباحث. وان جيت للحق بقى يا عفركوش، انا سعيد جدا اللي قدرت اسعد طفل يتيم مسكين زي ده. الحسنة بعشرة امثالها يا مصطفى. عشر امثالها؟ يعني عشر نص ريالات؟ يعني جنيه؟ فضل وعد. ايه تطلب تاني؟ اتعشى. العشاء جاهز، اتفضل. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ اتفضل معانا يا اخ. بالهدى والشفا. كتير قوي. اسحب لي 10,000 جنيه من بنك العفاريت بتاعكم. 10,000 جنيه كتير؟ القناعة كنز لا يفنى. سيبك من الكلام الفاضي ده، طول عمري عايش في الكنز الذي لا يفنى لحد ما عرفت انه فقر لا يفنى. ناولني. اسمع نصيحتي يا مصطفى يا ابني نفوسها. نعم نعم. انت تعرف امي؟ ايوه. خلاص يا عم، مدام بتعرف امي، ايدك بقى على المبلغ، لا يمني، خلينا اتمتع بالدنيا. هتصرف العشر تلاف جنيه في قد ايه؟ في يومين وشرفك، في 48 ساعة، وبعد كده البركة فيك تناولني غيرهم. طيب اسمع. اسمع ايه؟ قولي. طيب اقبض. هتقبض، بس لازم تسمع. افندم. ان ما قدرتش تضيع العشر تلاف جنيه في يومين، مش هديلك بعد كده حاجة ابدا. ده انا اصرف 50,000، 100,000، هعوض اللي فاتني كله. اتفقنا، بس من غير ما تشتري ارض ولا بيت. عارف عارف، بس ايدك.
اتفضل الفلوس على السرير. قوم عربان. مين ماهت؟ ايوه صباح الخير. صباح النور، صباح الفل، صباح الخير، صباح الفل. اديني قلم. عايز قلم تكتب؟ لا، قلم على وشي. قلم على وشك؟ انا مش عارف اموت نزل اذا كنت صاحي ولا نايم. لا صاحي يا مصطفى. لا مش معقول، مش معقول، مش معقول. الله، انت عيان يا مصطفى؟ لا، عدم المؤاخذه، اعصابي مش كويسه ابدا. على العموم خطوه عزيزه يا مدموزيل نايت. ميرسي قوي يا مصطفى، خد. ايه ده، انت خدبالي جواب؟ لا، موظفين الشركه جمعوا لك المبلغ ده عشان يساعدوك لحد ما تلاقي وظيفه. وعلى فكره انا كتبت شكوى للنقابه بتاعتكم عشان ترجعك الشغل. شغل؟ الله، بتضحك عليا يا مصطفى. بضحك عليا؟ الله، غريبه، انت حالتك النهارده متغيره خالص. من فضلك رجع الفلوس دي لاصحابها، قول لهم ان انا مش محتاج فلوس، مش عاوز فلوس. اتفضلي. انا عارفه ان انت عندك عزه نفس، لكن الزملاء لازم يساعدوا بعض. يساعدوا مين؟ ده انا عاوز اللي يساعدني في صرف دول. شوف الافلاسي. ايه دول فلوس؟ امال كتاشين فلوس، 10,000 جنيه يا مدموازيل، فلوس. فلوس جبتهم منين؟ ورثت حد؟ ورثت مين؟ ده انا اغنى واحد في العائله. الله، امال لقيت كنز؟ لا لا لا، تعالي بس اقعدي وانا افهمك. طيب المهم ان انا اضيع ال 10,000 جنيه دول في 48 ساعه. بس ازاي؟ ازاي؟ انا هقول لك، الراجل اللي اداني الفلوس دول قال لي اذا قدرت اضيع ال 10,000 جنيه في 48 ساعه هيديني اكتر من ما كنت اتصور، واذا ما ضيعتهمش هيرجعني افقر مما كنت. الكلام ده مش معقول مصطفى. قول بالحق، جبت الفلوس دي منين؟ انت ايه، مش مصدقاني؟ مش مصدقاني مصطفى. مصطفى. يا مصطفى، يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين متفرقين، امتى بتيجي يا مصطفى؟ يا مصطفى، يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين من العطارين، امتى هتيجي يا مصطفى؟ يا ما سهرت عشانك انت، قول لي يا غالي هشوفك امتى؟ شريجة تم، شريجة ادور، قوم لا صلصة غير البومودور. شريجة تم، شريجة ادور، قوم لا صلصة غير البومودور. جارسون فندم، خد الازايز دي اطلقها وجيب بدلها ازايز جديده. مش شغلك، مش انا حر؟ شيل. يا مصطفى، يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين في العطارين، انت حتيجي يا مصطفى. يا مصطفى، يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى.
عش الزباين اللي في المحل كلهم على حساب. حاضر، لكن انا اتعشيت. اتعشى كمان؟ ما اقدرش اتعشى كمان. وعلى كيفك؟ ده على كيفي انا جرسون عشي. حاضر. علشان ايه تدفع لنا الحساب؟ دي اهانه، اعتبرها اعانه. زباين المحل ده قدك وقدود، انت فاكر الزباين ايه؟ بص لهم كويس. شايف النص اللي على يميني بهايم والنص اللي على شمالي حمير. انا مش بهيم. خلاص تعال على شمالي. او كذا جارسون. افندم. حسابك كام؟ 150 جنيه بس. بس يا راجل راجع حسابك كويس، انا بيتهيألي انهم اكتر. مظبوط يا بين 150 جنيه. انت ليه بتغسلها؟ انت بتسرق المحل، انت لازم يرفدك. من فضلك يا بي، انا عندي ذمه. ايه خلاص خد، ولو رجعت حاجه هخرب بيتك. امرك يا بي. ودي دول اللي بتوع الاوركسترا وقول لهم اضربوا لي تاني يا مصر. امرك يا بي. انا عايزه تذكار يا حبيبي. وانا. حاضر. وانا. خدي يا مصطفى يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. خمسين جنيه مصاريف صارت امبارح. 5250 جنيه سيارة جديدة لوكس. 2000 جنيه تمن الشبكة لحبيبتي ناهدي، يبقى المجموع 7500 جنيه. المجموع كله 7500 جنيه. يعني العفريت انتصر عليا؟ لا، ده انا لازم اشوف اي طريقه عشان اطير ال 10000 جنيه دول. يا نهار اسكت. هلا لا لا لا، هلا مدموزيل، من فضلك خليهم يحضروا لي العربيه بتاعتي على الباب واطلبي لي شركه الملابس الغذائيه. افندم. ايوه الانسه ناهد شوقي. الو الو ناهد، ازيك يا نهنوتي؟ ايوه مصطفى، امال هيكون مين؟ اسمعني، انا هجيلك بعد 10 دقايق ان شاء الله وجايب لك حته مفاجاه جميله جدا. اتوتلاغ شغي اغف. نهارك سعيد يا مدموزيل. اهلا وسهلا، اي خدمة؟ انا سكرتير نقابة فراشين المحلات التجارية. وصلتنا شكوى من واحد اسمه مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ كان بيشتغل فراش هنا في الشركة واترفض من غير سبب. الاقيه فين من فضلك علشان احقق شكوته؟ في المينا هاوس. بيشتغل فراش في المينا هاوس؟ لا، نازل هناك. نعم. زبون. بلاش شريعة يا مدموزيل، انا عايز الشخص الغلبان ده. هو زمانه جاي دلوقتي. عربيته وقفت، لازم هو. هو بيجي في عربية؟ أيوة. عربية الشركة اللي بتوصل البضائع للزباين. هلو لو لو. مصطفى. مصطفى. مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ؟ أنا يا فندم. العفو يا فندم العفو. إيش جابك لواحد جربوع زي ده؟ أنا عايز مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ. أنا برضه يا فندم. كلام إيه ده؟ ما تكلمي يا مدموزيل. والله العظيم هو. حضرته سكرتير النقابة بتاعتكم. أهلا وسهلا. لكن ده لابس فخم قوي. يو
هدومك دي يا ابني؟ امال هدوم السفاح؟ ده شيء غريب. اعمل معروف ما تقلبش دماغي احسن، انا سهران للساعه 3 صباحا ولا نمتش كويس. كنت سهران فين؟ في الكباريه. لازم بعد ما بيخلص شغله في النهار بيروح يشتغل في الكباريه بالليل. مسكين ماهيته مش مكفياه. مش مكفية مين يا نيلة؟ ده انا بروح الكباريه عشان ارقص وهيص. تصور بعد التعب ده كله اصرف بس 250 جنيه، شايف النحس؟ نحس؟ النحس، واذا كنتش منحوس كنت صرفت الفلوس كلها، انما يا ابني ربنا رزقني بحتة جرسون ذمته انضف من نظافة. يا ابني روح نملك شوية عشان تفوق. يا اخويا اقعد انت بلاش غلبة، اعمل معروف اكتب لنا وصل ب 2000 جنيه. ليه؟ للنقابة، انا متبرع للنقابة ب 2000 جنيه. يلا يلا. صرفت كم من المبلغ؟ 7500 جنيه بالتيلة، وده احنا كمان زحلقنا 2000 جنيه للنقابة، تبقى المسألة هانت. اتفضل الوصلة اهو. والفلوس اهي. يا قوة الله. بلاش غلبة، الزحلق يا. أنا هتجنن، هتجنن. اتجنن بعيد عن هنا. إيه اللي جاب الراجل ده؟ جاي يحقق في الشكوى اللي قدمتها لك في النقابة. ربنا يصلح له عقله. وعلى العموم كتر خيره، على الأقل خد مننا 2000 جنيه. أنا زعلانة منك. ليه؟ عشان رحت سهرت في الكباريه وطبعاً رقصت مع ستات. لو النبي رقصت لوحدي. وإيه اللي وداك هناك؟ عشان أبقى أخطر ال 10,000 جنيه، ولا عاوزاني أخسر الرهان. تاني مرة ما تروحش هناك لوحدي. حاضر يا ستي. إيه هي بقى المفاجأة اللي أنت محضرها لي؟ غمض عينيكي. أهو. فتح عينيكي تسمحي تقبلي ده مني؟ وايه المناسبه يا ناهد؟ انا في الحقيقه انسان وحيد في الحياه، ومحتاج لانسانه زيك تقعد جنبي وتنور علي حياتي. يعني انت اشتريت الخاتم ده عشان اشبكك؟ قلت ايه في الحقيقه يا مصطفى؟ انت فاجئتني بالطلب ده عشان تبقي قدام الامر الواقع والشخص الواقع. طب مش احسن تكلم بابا في الحكايه دي؟ احسن برضو. انا هروح بكره اقابل ابوك الصبح واخطبك من ابوكي، بس عن اذنك علشان الراجل اللي معايا في الرهان عاوز اروح اقابله. ممكن؟ طيب. عودي بالعافيه. مع السلامه. شبيك لبيك، خدامك بين ايديك، تطلب ايه؟ شرفت يا جميل المحيا. اما انا طالب منك معروف جامد قوي، نفسي ومن عيني تشوف لي وظيفه كبيره في شركه الملابس الغذائيه، وظيفه تخليني انتقم من المدير اللي وراني المر. نفسي اخلص طاري منه. دي حاجه بسيطه خالص، يلا بينا سوا. لا خليك انت هنا على بال ما ارجع لك، لان انا رايح اقابل ابو ناهد عشان اخطبها منه. عن قذنك، مع السلامه. الله، ايه ده؟